بخبركم عن سويدة خصاف. تعرفون شو الخصاف؟ أكيد تعرفونه. إيه، المسواي من شو؟ يريد النخل. نعم. المهم كان في ريال اسمه حميد، وحميد هذا حافظ من عيونه، ها مبلقات هالكبر، طارت برا، ها شكله اعوذ بالله، وريال النمام يجيب الرمسه ويودي الرمسه، الا فلان قال ولا فلان سوى، الا فلان قال ولا فلان سوت، هذا مو بريال مضبوط. المهم يا عيالي، الأول الناس ما عندهم أكل مثل الحين وخير، إيه الأول ما عندهم يا غير هالرطاب وهالسح اللي يودونه يحطونه بالخصاف شو اسمه ويسكرون عليه ويأكلون منه ويخلونه في الستور، تسمعون؟ المهم هذاك اليوم في تاجر ريال يبى يقسم من هالسح، ريال طيب وفيه خير وكريم، تاجر هو، قال بوزع من هالسح. ايه ودرى بالخبر منو؟ حميد بعيون مبلقة، ايه النمام هذا راعي السوالف، بزير اسرق ويربع ويزير يدخل في الستور ويدخل ويبغى يشل من هالسح، ولكن ها شو يشل؟ فجأة وتظهر لمنو؟ سويدة خصاف، ويتيمد مكانه. وهذه سويدة خصاف الشو الأول يقولون عنها سود وعود وفيها عيون وايد وتي لسدون في خصاف، وهذه الأولين يقولون أنها شو تسوي؟ أتحرس السح والرطب وأي شيء من نخيل، تسمعون؟ ويتيمد مكانه حميد، وتمر الوقت ها وراد ربكم ان التاجر قرر انه يرد. وين يرد؟ الستو، ويعين منو؟ يعين حميد بعيون مبلقع، قام يتيمد مكانه. تقولون يني ثاني زخه مرة عادي، يوم دخل التاجر كان تفتش تيمي دعنا فتك، درى عاد الريال انه داخل بيسرق السح، ثاني يوده ويخبر العرب عليه، انزين وكان يزخون اهل الفريج ويضربون اهل الحرامي، ها اللي ما عنده غير نقل الكلام ما يجيب سالفه ويودي سالفه، وكان يضربونه ضرب ويرغونه من الفريج حتى انه يتأدب. هذا فعلا مهم مضبوط، وهذه قصة سويدة خصاف.